بلدكم يموج بالغرباء المسلحين من مماليك وأتراك وشراكس وولاة وانكشارية وإنكليز، وكلهم مرتزقة. فإن طردتم كسرو باشا دون الاستناد إلى قوة كبيرة تحميكم فلن تضمنوا العواقب. شكرا لك يا باشا، إننا نعرف هذا كله وسوف نحسب له الحساب اللازم. حسن، وإني أرجو أن تعلموا أني وجنودي رهن أمركم وعلى استعداد تام لمساعدتكم بإخلاص. شكرا لك يا باشا. حاشا لله، حاشا لله، لا شكر على واجب. لقد عشت في مصر وشربت من نيلها، ولن أتخلى أبدا عن مساعدتها والتضحية من أجلها مهما كان الثمن ومهما كانت الظروف والأحوال. محمد علي كان رجل ذكي وطموح، شاف الصراع بين القوى الثلاثة، المماليك والإنجليز والأتراك، وعرف إن مصيرهم للزوال، حياكلوا بعض، ففكر في خطة لم يفكر فيها غيره للوصول للسلطة. وإيه الخطة دي من غير مؤاخذة؟ التحبب للشعب، تملقه، استمالة الزعماء وأصحاب الكلمة فيه. وهذه كانت أول مرة يحسب فيها حسابه الشعب. أيوة صحيح، كل اللي جم قبله كانوا بيستعملوا القوة، إنما ده يبقى من غير مؤاخذة خبيث قوي وبيتكتك. مظبوط كده يا معلم فراج. وعمل إيه خسرو باشا؟ في عهده قامت الفتن العسكرية ودبرت المؤامرات والاغتيالات، وقامت معارك حربية بين الأتراك والمماليك في قرية هو بنجع حمادي وفي بلدة دمنهور. وفي عهده خرج الإنجليز من مصر بموجب شروط معاهدة، هذه المعاهدة عقدت بين إنجلترا، فرنسا، هولندا، إسبانيا سنة 1802. المماليك شافوا كده اتجننوا. طبعا، ما هو الانجليز كانوا صاندين ظهرهم ولا مؤاخذه. وانكسر ظهرهم بخروجهم مساكين. قامت الحروب تاني بين المماليك والاتراك، واستطاع المماليك انهم يستولوا على المنيا. خسرو باشا استدعى قوات طاهر باشا ومحمد علي باشا الى القاهره. ما كل هؤلاء الجنود؟ ولماذا يهتفون بهذا الهتاف؟ اطمئن يا هانم، إنهم يهتفون ضد خسرو باشا. من أدراك يا باشا؟ أنا على يقين من ذلك يا هانم. لو أن ذلك صحيحا لذهبوا إلى بيت خسرو وهتفوا هناك. قلت لك اطمئني يا هانم، اطمئني، أنا الذي أوعز لهم بأن يطالبوا برواتبهم قبل التحرك إلى المنيا. وقد أحالهم خسرو باشا إلى الدفتردار الذي بدوره اعتذر لهم بأنه لا يملك مالا ليدفع منه لهم رواتبهم. أتعني أنك لا تخشى شرهم؟ عجيب أمرك يا هانم، بعد كل الذي قلته لك تسألينني هذا السؤال؟ Thank you.
ليطمئن قلبي يا باشا. فليطمئن قلبك تماما يا هانم، حتى لو رأيت أكثر من ذلك فليطمئن قلبك. هل تتوقع أكثر من هذا؟ أجل، كيف؟ خسرو باشا أمر بضرب الجنود بالمدافع من القلعة، وقد ذهب إليه طاهر باشا ليطلب منه أن يغير رأيه هذا، ولكنه رفض مقابلته. ويحه، لماذا يتصرف بهذا الغباء؟ ألا يخشى العاقبة؟ هو يظن نفسه قادرا على كل شيء، ولن يقضي عليه غير هذا الظن. وهل رتبت الأمور؟ طبعا، لقد رتبت الأمور، كل الأمور. كيف؟ لا تخفي عني شيئا، إنني زوجتك، أم إبراهيم وتوسن وإسماعيل. قد أوعزت إلى طاهر باشا وجنوده أن يستولوا على القلعة ويضربوا قصر خسرو باشا. لقد استولى طاهر باشا والجنود الأرناؤوط على أهم مواقع القاهرة، ثم استولوا على القلعة، ومنها يضربون قصر خسرو باشا بالمدافع. وهل هو داخل القصر؟ لقد تركتهم وهم يضربون النار على القصر. لك الله يا قاهرة، كبرت الفتنة واستفحلت، ولا يدري غير الله تعالى أين تكون نهايتها. نهايتها بنهايتهم إن شاء الله، فلنصبر ولننتظر حتى يجهزوا على بعضهم البعض. هذا صحيح يا سيد النقيب، لكنه لا يمنع من أن نستعد للكفاح والنضال، فلا بد أن تقع بيننا وبين القوة الباقية منهم موقعة أو مواقع. هذا رأي سديد يا مجاهد، فلا بد من معركة حاسمة في النهاية نضع بها حدا لكل أنواع الاحتلال. فر خسرو باشا. أحقا فر؟ خرج من قصره مرغوما مقهورا. وكيف استطاع كسر الحصار الذي كان مضروبا حول قصره؟ تدخل محمد علي باشا في الأمر وخلصه من الحصار، على أن يذهب إلى دمياط ليعيش هناك ولا يعود إلى القاهرة أبدا. وإلى من صارت الولاية؟ لم يعين بديلا لخسرو باشا، ولكن المدينة أصبحت في قبضة طاهر باشا. وطاهر باشا طاهر باشا يدعوكم يا حضرات المشايخ والعلماء ويا حضرة النقيب لكي تختاروا من يشغل منصب الوالي. وهل اختاروك يا باشا؟ أجبني، هل اختاروك واليا على مصر؟ صبرا يا أم إبراهيم، صبرا، لا تتعجل الأمور، فالثمرة سوف تسقط في يدي عندما تنضج تماما. كيف يا باشا؟ مصر اليوم تغلي بالفتن والثورات، ولا يعقل أبدا أن أعرض نفسي للخطر وأفكر في الاستيلاء على الحكم الآن. ومتى تستولي عليه إذن؟ لا بد أن أمهد لحكمي بالقضاء على الفتن وأسبابها. إنني أريد حكما آمنا مطمئنا مستقرا يستمر لأبنائي وأبنائك من بعدي. ما أعظمك يا باشا، وما أعظم عقلك، ولكن إلى من صارت الأمور؟ إلى طاهر باشا. لقد اجتمع العلماء والمشايخ في بيت القاضي وأعلنوه باختيارهم قائم مقام على مصر
إلى أن تحضر له الولاية، وطلبوا منه رفع المظالم عنهم ووافق على ذلك. ومن الذي جمع له المشايخ؟ من غير محمد علي باشا؟ وما هي فكرتك في تأييده برأي العلماء والمشايخ؟ أردت أن أشعر الجميع بقدر العلماء وقيمة ما يجتمعون عليه، وفي ذلك خدمة لأهدافي وما أريد أن أحققه في المستقبل. الحق أننا قد صبرنا على الكثير من مظالم طاهر باشا، واحتملنا العديد من تصرفاته التعسفية. قبض على العشرات من التجار والموظفين والأعيان بحجة أنهم من أعوان خسر باشا، فسكتنا. قبض على السيد المحروق والسيد مصطفى الوكيل، ولولا تدخل الشيخ السادات والسيد عمر مكرم ما أفرج عنهما. نهب أموال الناس فسكتنا. ولكننا لن نستطيع أن نسكت بعد اليوم، بعد أن بدأ في سفك دماء الأبرياء. بأي حق قتل المعلم مالطي كبير كتبة الأقباط، وقتل المعلم حنا الصبحاني التاجر؟ لقد ظن أن سكوتنا عليه ضعفا منا. هو ما تقول يا شيخ صالح، ولا بد أن نؤكد له أننا أقوياء، وأننا قادرون على رد كل مظالمه والانتقام منه. هذا هو القول. لقد استشرى ظلم طاهر باشا واستفحل، ولا بد أن نوقفه عند حده. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم يحضر الشيخ السادات والسيد النقيب بعد؟ لا، ولا الشيخ الشرقاوي. لماذا حددوا هذا الموعد إذن؟ انتظرهم يا باشا كما ننتظرهم نحن. وهو كذلك. لقد أسأت إلينا عندما فرضت علينا طاهر باشا. أنا لم أفرضه عليكم مطلقا، أنتم الذين اخترتموه بمحض حريتكم. وما رأيك فيما يفعله مع الشعب الآن؟ الرأي لكم؟ اخلعوه وعينوا غيره، عينوا من ترونه أفضل. لا يا باشا، سنذهب إليه ونحاسبه حسابا عسيرا على ما اقترفت يداه. هذا لا يكفيني، لقد سفك دماء الأبرياء، ولا بد من إنزال العقاب، أشد العقاب به. هذا هو القول. لقد قتل المعلم مالطي والمعلم حنا واستولى على أموالهما، أي أنه قاتل ولص. عندي اقتراح يا سادة. وما هو؟ أن تستريحوا من عناء الذهاب إليه ومحاسبته أو عقابه، وأن تتركوا الأمر لي. وماذا أنت فاعل يا باشا؟ أجل، ماذا أنت فاعل يا باشا؟ لقد حرم طاهر باشا الجنود الإنكشارية من رواتبهم في الوقت الذي أغدق فيه الأموال على الجنود الأرناؤوط، وقد حنق الجنود الإنكشارية عليه وصمموا على الانتقام، وهذه هي فرصتنا. افعل ما تشاء، ولكنني مصمم على مواجهته. اذهبوا إليه أنتم، أما أنا فسوف أدبر الأمر بمعرفتي. ذهب المشايخ إلى طاهر باشا وأغلظوا له القول، بل إن الشيخ السادات اشتبك معه في معركة كلامية عنيفة انتهت بخضوع طاهر باشا والإفراج عن المعتقلين.
ورد أموال القتيلين إلى ورثتيهما. أظن هذه كانت أول مرة يخضع فيها الحاكم التركي وينفذ أوامر المصريين. طبعاً لازم يخضع وينفذ، دول أصحاب البلد. طبعاً لازم يخضع من غير مؤاخذة، ده هم أصحاب البلد وهو اللي دخيل. ده بلغ من خوف طاهر باشا وحرصه على إرضاء الشيخ السادات إنه راح له بيته يسترضيه ويحاول يعتذر له. الشيخ السادات ما قابلش منه اعتذار إلا علناً، يعني على مسمع ومرأة من كل الناس، وعلى طول حددوا موعد في الأزهر حضروا كل الناس. وقف طاهر باشا في وسط الناس وقال: وإني أعلن من هذه الساحة الطاهرة، ساحة الأزهر الشريف، بأنني قد أخطأت في حق الشيخ الجليل السيد السادات، وإنني أعتذر له وللشعب المصري كله، وأتعهد بألا أعود للخطأ مرة ثانية. وهكذا انتهى الموضوع. انتهى بالنسبة للجميع إلا محمد علي. كيف؟ لقد أرسل اثنين من الإنكشارية إلى طاهر باشا في بيته، هما موسى أغا وإسماعيل أغا. ولماذا أرسلهم إلي؟ ليقتلوه يا سلمى. وهل فعلوا؟ أجل، قد تنفس الناس بارتياح لزوال هذا الرجل الذي لو طال عهده لأهلك الحرث والنسل معا. الحق أن مصر لم ترى ظالما مستبدا مثله على كثرة ما رأت من الظلمة المستبدين، ولكن إلى من آلت الولاية؟ إلى رجل جاءت به الصدفة. الصدفة؟ كيف؟ ومن هو؟ أحمد باشا والي المدينة المنورة. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. لقد كان في زيارة إلى القاهرة، وانتهز الإنكشاريون الفرصة ورفعوه إلى الولاية دون رأي أحد حتى محمد علي باشا صاحبهم. ما هذا الخلط الغريب والتخبط العجيب؟ الحقيقة أن الأمور تتحرك هذه الأيام بلا منطق ولا عقل، وقد وقفنا جميعا نراقبها لنعرف النتائج. النتائج تصنعونها أنتم يا مجاهد، الشعب هو الذي يصنعها بنفسه ولا ينتظر أن يصنعها له أحد. الشعب هو صاحب الحق الشرعي في حكم هذه البلاد. صدقت والله يا أم سليمان. سليمان، سليمان، سليمان يا مجاهد سليمان. أنت يا باشا، لما لا تضرب أحمد باشا هذا كما ضربت طاهر وخسرو؟ لو ضربته لانقلب علي الإنكشاريون، وهم قوة لها خطرها، وأنا لا أستطيع مقاومتها وحدي، أو قولي لا أريد أن أواجهها بنفسي. واجهها بغيرك. لقد فكرت في التحالف مع المماليك ضدها. تحسن صنعا، ولكن ما هو موقف العلماء؟ حاول أحمد باشا استمالتهم، وقد جاءوني يطلبون مني الموافقة وقبوله واليا. وماذا قلت لهم؟ قلت لهم إن أحمد باشا ليس واليا على مصر، وإنما هو والي على المدينة المنورة، ولا علاقة له بمصر أبدا. لا فض فوك يا أبا إبراهيم. وقد طلبت من العلماء أن يخرجوا أحمد باشا والإنكشارية جميعا من البلاد، وسوف نجهزهم للسفر على نفقتنا. وهل قبلوا؟ العلماء يحبونني ويحترمون رأيي وقد وافقوا، ولكن أحمد باشا لم يوافق
وطلب منهم أن يأمروا الرعية بالقيام على الألبان وقتلهم. الويل له ثم الويل. وهل استجاب له العلماء والمشايخ؟ قلت لك إن العلماء يحبونني ويحترمونني ويخافون على مصالحي، ولذلك لم يستجيبوا له. اسمع يا باشا، عليك بالسرعة، لا تعطي أحمد باشا الفرصة لكي يتصرف ضدك. صدقت، صدقت يا أم إبراهيم. إني ذاهب إلى إبراهيم بيك كبير المماليك. ماذا أنت فاعل عنده؟ سأقنعه أنه أولى الناس بولاية مصر وأنني أؤيده، ثم أدفعه إلى التخلص من أحمد باشا. في أمان الله يا أبا إبراهيم. أنت لها يا إبراهيم بيك وليس لها غيرك. الحق أني سعيد بهذا الذي تقول يا باشا، وسوف أقدر لك أن فكرت في كوال على مصر. ولكن ولكن ماذا يا إبراهيم بيك؟ لماذا لا تكون الولاية مناصفة بيني وبينك؟ لا مانع عندي، فلتكن الولاية مناصفة بيننا، ولنبدأ عملنا بعد هذا التحالف بطرد أحمد باشا وقتل كل أعوانه وأعوان خسرو وطاهر. عظيم، عظيم يا إبراهيم بيك، عظيم. هذا رأي صائب، سوف نضمن بتنفيذه استقرار الأمور وهدوء الحال. يا أهل القاهرة، عليكم الأمان ولكم الأمن والاطمئنان. أيها الناس، يا أهل القاهرة، عليكم الأمان ولكم الأمن والاطمئنان. حسبما رسم إبراهيم بيك حاكم الولاية وأفندينا محمد علي باشا، يا أهل القاهرة، عليكم الأمان ولكم الأمن والاطمئنان. يا أهل القاهرة، عليكم الأمان ولكم الأمن والاطمئنان. ما الذي يجري يا سيد محروقي؟ الله أعلم، لكن المفهوم من هذا أنهما اقتسم الولاية بينهما. ما شاء الله، لقد أصبح الحكم طبق ظلمة، طاج تورلي يقتسمانه فيما بينهما ويلتهمانه. لا تدع صدرك يضيق هكذا يا مجاهد، فالأمور تسير لصالحنا نحن المصريين. كيف يا سيد محروق؟ ألا ترى أن بعضهم يأكل بعضا، وأن الساحة توشك أن تخلو منهم جميعا؟ الذي يراه جيدا أن سلطة محمد علي باشا بدأت تظهر وترتفع، وقد أصبح قابضا على نصف زمام السلطة. اصبر يا مجاهد، اصبر، وما صبرك إلا بالله. إنني مهموم يا أم إبراهيم، إنني مهموم. أيعقل أن تكون مهموماً وقد حققت حلمك في الولاية على مصر؟ أنا لم أحقق حلمي بعد في الولاية على مصر. كيف وقد نادوا بك شريكاً لإبراهيم بيك؟ حلمي أن أحكم مصر كلها بلا شريك، أن تكون لأولادي من بعدي جيلاً بعد جيل. إنك في الطريق إلى ذلك يا باشا، وإذا كنت اليوم تحكمها بالاشتراك مع إبراهيم بيك كبير المماليك،
فإنك تستطيع أن تحكمها غداً وحدك، وما أظنك تعجز عن التخلص من إبراهيم بيك والمماليك. لا، أنا لا أفكر في هذا الآن، هناك أمر آخر أهم يقلقني ويقض مضجعي. وما هو يا باشا؟ الباب العالي. لقد أرسل علي باشا الجزائر ليكون واليا على مصر، وقد وصل الإسكندرية بالفعل. وهل أرسل الباب العالي معه قوة كبيرة؟ 1000 جندي. وما 1000 جندي بالنسبة لما معك من الألبان؟ إنك تتحكم في 4000 مقاتل من خيرة المقاتلين. هذا صحيح يا هانم، ولكن الجزائري يحاول استمالة المماليك. لقد كتب إليهم يلومهم على انضمامهم إلي، وعرض عليهم التفاهم معه. ولو، لقد جئت إلى الحكم بأمر من المشايخ والعلماء، ولقد عملت منذ توليت نصف السلطة على قمع الفتن. أجل، ولا يستطيع أحد إنكار ذلك أبداً، لكنني أريد القضاء على الجزائري. وهل هذا بالأمر العسير عليك؟ لا أبدا، ليس هذا بالأمر العسير علي. إذن هيا اقتله. أحب أن يقتله غيري حتى لا أتحمل تبعة ذلك أمام الجميع إذا جاء وقت الحساب. إذا قتل الجزائري يا باشا فلن يكون هناك وقت للحساب، فهو آخر من يستطيع الباب العالي إرساله، وعندئذ لن تكون أمامك إلا قوة المماليك. قتل علي باشا الجزائري على يد جماعة من المماليك بتدبير من محمد علي، وخطة رسمها لهم ونفذوها بإتقان، وما كانوش عارفين إن الدوائر حتدور عليهم عما قريب. من تدبير محمد علي باشا وخطة هو اللي رسمها ودبرها برضو؟ أيوة يا معلم فراج. إزاي يا عم الشيخ طاهر؟ بدأ يثير الشعب ضدهم ونجح في كده نجاح عظيم. الأمر لم يكن صعبا، لأن المماليك كانوا ظلمة ولم يكفوا عن الإساءة إلى الشعب وفرضوا الضرائب والغرامات بمناسبة وبدون مناسبة. ما هي الضرائب والغرامات كانت السبب في كل الثورات. طبعا، ما هو بيقسموا الناس في لقمة عيشهم، بيسرقوا رزقهم ولا مؤاخذة. والمماليك زودوها في الفترة دي زيادة غير معقولة ولا مقبولة. والنيل كمان. النيل؟ نيل مصر العظيم. الفيضان نقص شديد أثر على الزراعة وجعل الأسعار ترتفع ارتفاع جنوني. طبعا الحكاية دي أثرت على المماليك قوي وجننتهم وخلتهم يزودوا عيار الظلم شوية، مش كده ولا إيه؟ هو ده اللي حصل يا معلم. والناس عملت ايه؟ الناس اشتكت لي العلماء والمشايخ والنقيب. طب دول اتصرفوا ازاي؟ راح وفد منهم برئاسة النقيب عمر مكرم الى البكوات المماليك، وطلب منهم انهم يمنعوا العساكر عن الاعتداء على الاهالي والنهب والسلب، وخرج المحافظ في موكب عسكري ونادى في الشوارع بالأمن والأمان للرعية. ومع ذلك استمر الجنود المماليك في الاعتداء على الأهالي، وأخذ جو القاهرة يكفهر وينذر بوقوع حوادث خطيرة للغاية. أبشري يا هانم، أبشري. بماذا تبشرني يا باشا؟ مصر كلها تغلي بالغضب، الثورة في كل مكان،
إننا نقترب من الهدف. كيف يا باشا؟ سيقضى على المماليك كما قضي على الأتراك من قبل. إذن فقد ضربت ضربتك الأخيرة. عندما جاءني البرديسي يطلب المشورة في أمر المال الذي يحتاجه ليدفع منه رواتب الجند، أشرت عليه بأن يفرض ضريبة جديدة على جميع الأهالي بلا استثناء. بلا استثناء؟ كان لابد من ذلك لكي يثور عليه وعلى المماليك جميع الأهالي. وهل فرض الضريبة؟ نعم، وأرسل عماله والكتاب يجوبون أحياء المدينة لجبايتها بمعاونة الجنود، فاستقبلهم الناس بثورة عارمة، وخرج الأهالي من بيوتهم وحوانيتهم واحتشدوا في الشوارع الرئيسية حاملين الرايات والدفوف والطبول. الحق أن الأهالي لم يعد لديهم ما يدفعونه. مش تاخد من تفليسي يا بديسي، مش تاخد من تفليسي يا بديسي، مش تاخد من تفليسي يا بديسي. هل تسمع يا باشا؟ نعم أسمع يا هانم أسمع. إنها مظاهرات الأهالي الذين يجوبون الشوارع ساخطين ثائرين. هكذا كل ما رسمته يتحقق بدقة وكأني أنا الذي أحققه. سبحان الله، أصبح محمد علي يتأخر عن موعده معنا بعد أن كان يسبقنا إلى أماكن الاجتماع. لا تظلم الرجل، اصبروا حتى نعرف سر تأخره. هذا هو محمد علي، قد وصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تأخرت كثيرا يا باشا. معذرة، لقد رأيت أن ألتقي بإبراهيم بيك والبرديسي أولا وأرجوهما أن يخفف الضغط عن الأهالي، ولكن ماذا؟ للأسف لم يستجيب. لقد أثقلتم كاهل الأهالي بالضرائب ولم يعد في إمكانهم أن يدفعوا أي شيء مهما كان ضئيلا، فما بالكم بتلك الضريبة الجديدة التي تفرض أجرة سنة كاملة موزعة على الملاك والمستأجرين؟ تعلمون أنني ضد كل ضريبة جديدة تفرض، وتعلمون أيضا أنني ضد كل ضريبة قد فرضت من قبل. بارك الله فيك يا باشا. والله إنك الرجل الذي نحتاج إليه ليقود سفينة البلاد وسط هذه الأمواج المتلاطمة ليصل بها إلى بر الأمان. لا بد من رفع هذه الضريبة يا باشا. اطمئن يا سيد الشيخ، سأبذل كل طاقتي لكي ترفع هذه الضريبة تنفيذا لرغباتكم. لا يا باشا، بل تنفيذا للحق والعدل والرحمة أيضا. أتعهد لكم برفعها إن شاء الله. يا لك من سياسي بارع يا أبا إبراهيم. لقد كسبت بسياستك الحكيمة الشعب المصري بكل طبقاته. صدقتي صدقتي يا أم إبراهيم، صدقتي. إن المصريين جميعا ينظرون إلي الآن كرجل عادل أمين على مصالحهم، يحبهم ويحب لهم الخير ولا يدخر وسعا أبدا في أن يعمل كل شيء لصالحهم. وماذا تنتظر؟
صبرا يا أم إبراهيم صبرا، سوف يتحقق لنا كل ما تريدين في القريب العاجل. كل ما أتمناه في الحياة أن أراك جالسا على عرش مصر، وأن أرى أولادي إبراهيم وطسن وإسماعيل يحيطون بك مثل النجوم تحيط بالقمر. اطمئني يا هانم اطمئني، محمد علي باشا عندما يرسم ويخطط يتحقق له كل ما رسم وخطط. حسن يا باشا، ولكن خبرني، هل فعلت شيئا لترفع الضريبة الجديدة عن الأهالي؟ ماذا؟ هل يعقل أن أفعل شيئا كهذا؟ لماذا وعدت العلماء إذن وتعهدت لهم برفعها؟ أعرفك شديدة الذكاء يا هانم، ماذا دهاك اليوم؟ ماذا تعني؟ ما أعنيه واضح يا هانم، لقد قلت ما قلت لأكسب ود العلماء وحبهم، وسوف أقول لهم إني حاولت تنفيذ ما وعدتهم به، ولكن إبراهيم بيك ونائبه البرديسي أخذتهم العزة بالإثم فأبيا واستكبرا. محمد علي هذا ثعلب كبير فاحذروه. نعم هو ما تقولين، أما إبراهيم باشا والبرديسي فهما حماران كبيران ولا حدود لغبائهما. لقد تحالف عليهما الغباء والغرور معا. أتعرفين أن البرديسي صمم على فرض الضريبة الجديدة لمدة 3 سنوات عندما علم أن الأهالي قد رفضوها وطالبوا برفعها؟ هؤلاء المماليك لا يزالون يعيشون في الماضي ولم يعرفوا أن الشعب المصري قد أفاق واستيقظ من سباته ونفض عنه تراب الزمن. إيه والله. ولكن أين إبراهيم بيك؟ ولما لا نسمع صوته وسط هذه الضجة التي يقيمها البرديسي؟ إبراهيم بيك مشغول. بماذا؟ مشغول بحب جديد. حب جديد؟ أجل، يقولون إنه قد اشترى جارية جديدة تغني وترقص وتعزف الآلات وتروي الأشعار وتنظمها، وأنه مفتون بها ملازم لها. وهل نسي أنه شريك لمحمد علي في حكم البلاد؟ كلا لم ينسى، ولكنه يلقي بالعمل كله على محمد علي ومساعده البرديسي. ألم يسمع بثورة الأهالي؟ سمع. ولماذا يقف هذا الموقف السلبي؟ هو يظنها ثورة كسابقاتها التي تعقب فرض الضرائب، تشتعل 2 أو 3 ثم تنطفئ، ولا يلبث الشعب أن يرضى بها ويرضخ لها. مهلا يا سادة مهلا. خيرا يا باشا. هو خير إن شاء الله. لقد جئت أستأذنكم في أمر هام. ما هو؟ البرديسي أرسل إلى المماليك الموزعين بمختلف الأقاليم وطلب منهم سرعة الحضور إلى القاهرة لمقاومة الثورة والقضاء عليها بمنتهى العنف والقسوة. الويل له ولهم. ولقد جئت أستأذنكم في مهاجمته بالقاهرة قبل أن تصل جنود الأقاليم. هذا رأي صائب، لكن لا نستطيع أن نبت في الأمر وحدنا، لا بد أن نستشير كبار التجار والأعيان والعلماء وأن نتخذ القرار المناسب.
لقد حصلت على رأي هؤلاء جميعا، وفي مقدمتهم السيد النقيب، ولا ينقصني غير رأيكما. ثم إن هذا أمر بيني وبين المماليك، لقد قررت أن ألقنهم درسا يلزمون بعده حدودهم ولا يتطاولون على الأهالي أسيادهم. أمر محمد علي جنوده فهاجموا كبار المماليك الموجودين بالقاهرة، وحاصروا بيت البرديسي بالناصرية وبيت إبراهيم بيه في بركة الفيل، واستمر الحصار يومين. يعني المماليك وقعوا بين نارين، ثورة الأهالي من ناحية وجنود محمد علي من ناحية ثانية. تماما، ولم يجدوا وسيلة للنجاة سوى الفرار من القاهرة، ففعلوا بعد أن قتل منهم عدد كبير، وكان أول الفارين البرديسي. بس بس بس، أنا عرفت لمؤاخذة، ده الراجل بقى اللي عمل فهلاوة لمؤاخذة كده وفرض الضرائب على الناس 3 سنين لقدام. خناه هو بعينه يا معلم. ده كان بيته أشبه بقلعة تحيط بيها الأبراج من كل جانب، أبراج محصنة بالجنود والسلاح، ومع ذلك فر على الدراسة ومنها على البساتين في حلوان، وفر إبراهيم بيه على الرميلة ثم على الصحراء. هو ما خدش المحروسة بتاعته ليه تغني له وترقص له مطرح ما يروح؟ هو لاحق روحه بس، لأن أفراد أسرته ما هربوش معاه. حدش من غير مؤاخذة رمى وراه قلت ايه؟ عربية تقول يا جدعان. ورفعت الضريبة الجديدة عن الأهالي؟ تاني يوم على طول، وانتهى أمرها بانتهاء دولة المماليك. لكن قول لي سيدنا الشيخ. أيوة يا بلال. الفرصة كانت سانحة في الوقت ده علشان محمد علي يحقق آماله ويتولى حكم مصر، ومع ذلك لم يحاول أن ينتهزها بسرعة. محمد علي بلال كان رجل بعيد النظر، صبور طويل الأناة، عشان كده مرضيش يقفز إلى كرسي الحكم بقوة جنوده. عدم المؤاخذة يا سيدنا الشيخ، أمال هو من غير مؤاخذة جه الحكم إزاي؟ فهمهاني دي بقى. انتظر لغاية ما الشعب يطلب منه قبول الحكم ويلح عليه كمان. انتوا فاكرين خسروا باشا؟ خسروا بتاع فاكرينه يا سيدنا الشيخ. خسروا. محمد علي باشا جابوا ورجعوا لمركزه على ان يتولى هو ادارة شؤون الحكم باسمه. ايه اللخبطة دي بقى؟ ايه ده يا جدعان؟ دي لخبطة ما بعدهاش لخبطة. لا، والأعجب من كده إن محمد علي أعلن إن خسرو باشا هو صاحب الولاية في البلاد، وخلى المنادين ينادوا في الشوارع حسبما رسم خسرو باشا ومحمد علي باشا، ودخلوا القلعة في احتفال مهيب.